السلام البنات، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد وصفة جديدة مع الوصفات الطبيعية اللي كنقدم لكم دائما. اليوم عندي لكم واحد الوصفة اللي غادي تنال الإعجاب ديالكم، اللي هي المصدر ديال أحسن سوغير، ديال طلة جميلة، ديال القبول، ديال بزاف ديال الحوايج. دونك اليوم غادي نهضر لكم على توريد الشفايف، كيفاش تخلي الشفايف ديالك ولا لافغ ديالك موردين عاطين لون زوين. كنا ديجا هضرنا على العكر الفاسي اللي خلطناه مع فازلين ولا مع اون كريم اللي كنديروا اما للوجه او بيان للافغ. اليوم عندي لك واحد الوصفه طبيعيه واحده اخرى اللي غادي تزيد لك اللون ديال الشفايف، غادي يبقى دائما جميل ولكن خاصها الدوام. دونك تبعي معايا مزيان. الوصفه ديال اليوم غادي نحتاج فيها معلقه صغيره ولا راس معلقه ديال القرفه، ماشي كميه كبيره لان بالنسبه للشفايف دونك منطقه صغيره غندير غير شويه ديال القرفه بحال هكا. غنزيد عليها العسل، بحال هكا كمية صغيرة حتى هي. فوالا، غادي نخلطهم مزيان. دونك كنبقى كنزيد كنفرك بحال هكا. هاد الطريقه هادي كتخلي حتى الدوره الدمويه ديال الشفايف بحال كاع الاعضاء كدور. دونك الا كان شي زرقيه شي حاجه بحال هكا ديطاش كيتحيدو ما كيبقاوش. فوالا، الوغ من بعد ما غسلت هذاك الخليط الصراحه كنحس باللافغ ديالي كيوزوزو كيحرقوا بهذيك القرفه، ولكن النتيجه صراحه زوينه، حتى المذاق بقاو زوين. دونك كنشوف بان كاين واحد التغيير، وجاوني بحال ما عرفت فاش شفت في المرايه بان لي بحال سان بوتوكس ناتوريل. كنت كنسمعها ولكن ملي طبقتها، باسكو عاده ما كنديرش هكا، كندير السنيده وزيت الكوك. اللي غادي نقدمها لكم واخا حركه المفاجاه ماشي مشكل. دونك فوالا، دونك النتيجه صراحه انا عجبتني، حسيت بان كاين تغيير فوالا، وحتى لا تيكستور ما عرفت تقولوا لي انتما في لا فيديو في لي كومونتير. اخر حاجه دائما بعد التقشير كسوا لا بو دو فيزاج ولا لو كور ولا اي بلاصه قشرتوها دائما ترطبوا من مورها بلا كريم ولا بفازلين ولا شوفوا نتوما شنو كتستعملوا. دونك انا من بعد هادي غادي ندير فازلين اللي كنت ديجا صاوبت بفازلين ولا العكر الفاسي. دونك كنديرها هكا وهنا حصلت على توريد شفايف طبيعي 100% وباقل ثمن. داكشي طبيعي بالمواد الطبيعيه اللي عندي في كوزينتي. اي واحد عنده القرفه والعسل دونك استغلوا هذه الفرص وجربوا وردوا عليا. كنتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو، ولا عجبتكم ما تنساوش تلايكيو وديروا ابوني وليسي دي كومونتير سي سا فو بلي بيان سور. وكنتمنى لكم ليله سعيده ونتلاقاو في وصفه جديده من الوصفات الطبيعيه. كنحماق عليكم.